هو بيقول هنا which one of the following sequelae يعني هتبقى فيما بعد يعني هو ممكن يتعرض ليها. قصدي مش ده البرزنتيشن اللي احنا دلوقتي حاليا بنعمله يعني، فهو هي تاكيكارديا يا دكتور اه حاتم اللي انا فاهمه من السؤال، هي اللي انا مش شوكت عشان ايه اللي حصل، لا هي شوكت عشان سبتك. انا قصدي الحاجات اللي تحت دي مش سبب الشوك، لا هي شوكت عشان سي از ان سبتك شوك بسبب السيفير انفكشن، لكن تمام. المرض ده ليه سيكول. ليه سكليز؟ تمام، ما هو نفسك ماشي، ما هو نفس الكلام على فكره. يعني هو البيشنت از سيكولي وات ذا فولوينج سيكولي از ذا بيشنت ات ريسك اوف، يعني ايه الكومبليكيشن اللي هتحصل له من الديزيز ده. هي الفكره ان ايه هو الليمير، يعني لو انت عارف الليمير هتعرف الكومبليكيشن. بس احنا زي ما تمام. قلنا ان هو نفس القصه سبتك بالمنوي امبولاي، هي الكومبليكيشن يعني بالبلدي يعني. اعتقد يعني يا جماعه ان الموضوع بسيط، يعني فكره ان الثرومبوفليبايتس اللي حصلت في الانترنال جيجولار فين هي سببها ايه الاول؟ سببها الابسس اللي في التونسل، تمام. تمام. ما وبعد هو ده كده كان بتدرج الاحداث بقى، يعني الابسس اللي في التونسل عمل كومبريشن مثلا فبوظ، عمل ثرومبوفليبايتس للانترنال جيجولار فين، فده خلى يبعت شاور، تمام. بعد كده بدأ السبسس يزيد فحصل للهايبوتنشن، يعني اعتقد ان هي تمشي تدرج الاحداث. ماشي. ايوه يا دكتوره، ما هو ده الباثو، ده الباثو جينيسيس اللي انت قلت عليه. فهو بيقول لك ايه الكومبليكيشن، يعني احنا وصلنا لاخر ستيج بقى، طيب ايه اللي هيحصل بقى، يعني ايه الكومبليكيشن اللي بتيجي زي ما انت قلت بالظبط كده. دي اللي بيعملها الفازوبكتيريوم، او مش فاكر الكوكسيلا. الحاجة. الكوكسيلا. طيب العلاج بتاعها بيبقى اي في انتيبيوتيك، والبيشنت بيبقى عنده دايما هاي فيفر، فينا ثرومبوفلوبايتس اكسترنال جاجولار فين، وديجيتال اسكيميا. ليس لايكلي، ليس لايك هي الاكتر. يعني دول ممكن كلهم يحصلوا، بس اللهم البلمونري امبولاي هي الاكتر يعني ايه ككومون. يعني هو انفكشوس ثرومبوفليبايتس في الانترنال جاجرال فين، معلش انا قررنا عشان اول مره عندي عليا. ذا موست اوفتن كير سكندري تو بكتيريال سورس روت كوزد باي فيسوبكتيريوم نيكرو فوريوم leading to بريت tonsillar abscess combination of spread of infection laterally from the abscess and compression lead to thrombosis في الانترجاجرال فين، والبيشنت will present with history bacterial sore throat. ده بيتعاد ولا ايه؟ باي نيك، طيب followed by neck pain stiffness tenderness mistaken meningitis. ممكن نعرف، تمام نشك فيها كده. طيب خلاص تمام. بس على فكرة أنا كنت كان في سؤال قبل كده بنفس اللي هو اليونيلاترال نيك سويلينج والبين برضه، أنا فاكرة إن كنا حلينه وكان إجابته انترنال كارديو أرتري ديسكشن برضه، بس أنا مش فاكرة السيكلين كان في الكارديو. كان في الكارديو، فا فلو جالك عادة الاثنين الانترنال كاروتيد ارتري ديسكشن اعتقد هيجي معاه نيورو سيمبتومز. كان معاه أهيمي باريسيس تقريبا. فلو جالنا حاجة من الاثنين دول كلمة هيجي فهيبقى معاه نيورو سيمبتومز كان ايه؟ الانترنال الفينس سيستم مش هيجي معاه نيورو سيمبتومز. انت هو قال انت من كاروتيد ارتري مش الفين، هو ما انا فاهم، الديستكشن انا بيحصل في بقول الارتري. هيبقى عن تمام. انفكشن لو ارتري كان هيبقى عندها زي ما حضرتك قلتي هيمي باريسيس او حاجه زي كده. لا انا بجمع بس. تمام. تمام كان حضرتك مظبوط، انا بجمع بس التجميعات ان هو السؤال ده ممكن يجي لنا بالبين والسويلنج. لو هو معاه انفكشن يبقى احنا الليمير، لو التاني يبقى الانترنال كارتيد ارتري ديسكشن. يعني تمام. طيب حد يتبرع يقرأ ولا أكمل أنا ولا إيه؟ اوكي دكتور حسن. 28 year old man from Zimbabwe present to emergency department with a 2 week history of fever, cough, headache, vomiting and neck stiffness. He's known to be HIV positive and is on treatment.
his most recent CD4 was 415 cell per millimeter cubic. ان هو جاي بالحاجات المينينجايتس زائد ان هو السي دي 4 بتاعنا 450 كويس يعني. On examination he has no focal neurological signs but appears drowsy and confused. You suspect meningism and performed lumbar puncture. The result show opening pressure 25 ده عالي. Appearance cloudy, white cell 200 عالي برضه السيس ملي لينفوسايت. سي اس 14 3 هو احنا المفروض النورمال اب تو نص جرام يبقى كده عالي. الجلوكوز 1.1 كونسيومد النورمال لحد 3.3 بلاد جلوكوز 86 تمام. يبقى احنا عندنا انكريز هاي سي اس اف بريشر انكريز الوايت بلاد سيل عندنا مين لي لينفوسايتوزس والبروتين قليل الانكريز والجلوكوز كتير تمام بس دي بي جلوكوز قليل مع اللينفوسايتوزس تمام. فاحنا تمام 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 خلصت ال يبقى منجو فوكال تي بي. انا بس عايزه ااكد على الحكايه دي يا دكتوره تيسير. اول ما تشوفي الحاله زي دي بتبصي على الجلوكوز اول حاجه ما تشغليش نفسك بالباقي. لقيت الجلوكوز قليل قومي بص على الليمفوسايت. لقيتيها ليمفوسايت ولا بوليمورف؟ لقيتي ليمفوسايت يبقى انت تي بي تمام. يعني ما تشغليش نفسك بالباقي لانك هتحسي انه ايه اوبننج بريشر لا مش عارف ايه. لا بصي الاول الجلوكوز لقيتيه قليل ولا نورمال او 60% او 80% او كده. لقيتيه قليل قومي بص على طول على الليمفوسايت. لقيتي الليمفوسايت يبقى خلاص انت تي بي بس. نقرا الكومنت نعدي ده نعدي بتهيألي خلاص. هي الدكتورة قالت يعني دلوقتي احنا الحمد لله موضوع السي اس اف ده خلاص تمام بقينا تمام فيه يعني. اوكي ماشي اتفضل. A 30-year-old HIV positive man attends your travel clinic asking for your advice on holiday vaccinations. He's taking antiretroviral therapy and his most recent CD4 is 200. He's otherwise well and has no medical condition. But the following vaccines are contraindicated. The loma life attenuated, the loma mean fihum ba? It'll be tuberculosis. قلنا BCG والMMR وقلنا ايه تاني؟ يلو قلنا الحاجات الاورال وقلنا النيزل وقلنا معاهم يالو فيفر برضو. خليك تبصوا عليهم كده تحفظوهم برضو تاني. هم انا حافظهم بي سي جي ام ام ار. بعد كده بقى ايه الحاجات اللي هي الاورال زي الاورال بوليو وال وايه تاني كان هنا مش كاملين مش كده والفاريسيلا في الكوليرا كانت مرض تمام. كورنر هو كاتبهم هنا. كاتبهم هنا والاورال روتا فيروس والاورال بوليو والانترانيزال قلنا الانفلونزا مع اليالو فيفر والبي سي جي مع الام ام ار. اي ليف اتنويتد ما ينفعش لان هو اميون كومبرومايز. طيب يا نهار ابيض ده يا دكتور. A 29-year-old woman, a pregnant woman, is referred to ambulatory care by her general practitioner. Over 6 days, she had felt progressively more unwell and had developed a slight sore throat. Her general practitioner has noticed a fever, 38.1, has been worried by how pronounced her cervical lymph node were. She had sent in chamber virus serology, which had been turned a negative. A throat swabs had demonstrated no bacterial growth. يعني هي بقى لها pregnant woman من 6 أيام جالها progressive slight sore throat وfever وهم كانوا أشاكين lymphedema lymphadenopathy عملوا chamber virus طلعت negative. throat swab قالوا إن هي bacterial negative برضه no bacterial growth.
She's normally fit and well and has never taken any regular medication. She has had no recent foreign travel and no new sexual partner, although she had eaten a barbecue 2 weeks prior to getting ill. She had called all the other attendants, none of whom had experienced symptoms. Aside from pronounced cervical infadenopathy and erythematous apparent, she has no examination finding. A care for research revealed no rash. She is in the third trimester of her pregnancy and so far has experienced no complication. تمام. يعني حتى قالوا يعني مش من الأكل برضه. مفيش معلومة. مفيش معلومة جديدة عن اللي فوق. بقى ما عدا إن هي في الثري ترايمستر، الثيرد ترايمستر. اللي هي هيموجلوبين كويس، فاتلت كويسة، لايت بيسيس كويسة، نيتروفيل كويسة، لينكوسايت، إيدينوفيل كويسين، صوديوم، بوتاسيوم. الزينوفيل عالية. لا هي لحد ايه up to كام؟ مش خمسة؟ 0.4 0.4 يبقى كويسة كده 0.4 لا 0.4 يبقى عالية دي يبقى عندنا إيزينوفيليا what condition is important to investigate for that would explain her clinical presentation and result for her investigation. احنا okay. كده ما عندناش غير الايزينوفيليا والسيرم رياكتيف بروتين، وهي معاها راش كمان صح كده؟ لا معاها بقى شاش. ايه تونسل قلنا معاها فيفر سورسروت تونسل سورسروت لا بس فارينكس مش اوكي تمام مفيش مش تمام يعني بس معاها بس يعني كل السيناريو ده بس بنطلع بيه بالسورسروت والفيفر يعني هو شال البكتيريال والفيرال او بارازيتك زينوفيل فرازيتك تمام اي حاجه مع الايزينوفيل العاليه تمام تي بي ادلت اونست ديزيز ترانجولايت توكسوبلازموزس لينفوما سؤال صعب يبقى ايزينوفيل هنعملها بالاكسكلوجن تي بوكلوز مش هيبقى معانا ايزينوفيليا adult onset cell disease ده حاجة من الروماتولوجي بيبقى فيه سالمون بنكرياس وفيفر وسبيليوميجالي وهيباتوميجالي وسيمتومز تانية هي مش موجودة استرونجويد استرونجولايد بس هي معاها برضه سور ثروت تيوبركلوزز هيبقى مثلا هيبقى بتاع اللي هي البرودكتيف كاف وستيننج بالبلاد وسيناريو تاني ماشي مش معايا زينوفيليا يا مرحب ازيك يا باشا لسه يا باشا معلش لسه داخل معلش انا اسف والسؤال باختصار كده لان هو طويل السؤال ست عندها سور ثروت وعندها ايه تاني وعندها فيفر وعملوا لها عملوا لها الابشتاين طلع نيجاتيف عملوا لها البكتيريا الجروس طلع نيجاتيف كانت برضو في حفله باربيكيو برضو كل الناس تمام اللهم هي في الثيرد تريمستر وعندها ايزينوفيليا وعندها سيرم رياكتيف بروتين عالي والسيرفايكال ليمفادينوباثي وإيرثروماتوس فارينكس يعني تاني يا دكتور على ال هي مش سترينجولويد برضو يعني هي بتهيألي توكسوبلازموزز السترينجولويد مكانها الديودينم وبتعمل ابر بتعمل ماكروسيفيك انيميا فيتامين ب12 ديفيشنسي انا قصدي ان هي المانيفيستيشن كلها في الثروت وفوق يعني ف السترونجولويد بتبقى في الديودينام هيبقى مثلا معاها ابر جي اي تي ابسيت عمل ابزوربشن معاها عمل ابزوربشن معاها بتاع البليتلت ممكن سوري الهيموجلوبين ممكن مثلا كده ما قدامناش غير التوكسوبلازموزس بس ما فيش اي حاجه تدل عليها يعني أو لينفوما ما هو في تايبس اوف لينفوما بيبقى الايزينوفيل بس عالي يعني بيبقى سيلكتيف يعني بس مش عارفه ده بيطلع في الاتش اي في ولا لا بيتهيألي برضه اللينفوما بيبقى معاه ايزينوفيليا برضه صح مظبوط اللوكيميا بس هل هيبقى معاه فيفر؟ وفي فيفر؟ معاه فيفر 38 و1 من 10 وسور ثروت بس مش هيبقى معاها الريثريمتس فارنكس كارنكس
والاريثروميتس فرانك ده مش عارفه ده هيبقى حاجه ريليتد ايه صراحه يعني. فارينجايتس ماشي ايه البصل ليه يعني، يعني برضه ليه يعني هو اللي فيه يعمل ده فارينجايتس يعني توكسوبلازموزس؟ لا آه ليمفوما لو لا اوزينوفيل عادي ليمفوما ممكن. لا طب نشوف كده الإجابة. هات توكسوبلازموزس تعمل لو جريد فيفر وجنرالايز لمفادينوباسيت، تعمل سيرفايكال لمفينود وماليز، بس مش جايب سيرة السورس سؤال روت، صعب مش ده جايب كويس، مش يعني مش السؤال ده سؤال تيبيكال صعب يعني يعني مش تيبيكال ومالوش علاقة خالص. ببعض دي. يعني بالظبط هو متأيف بس على حسب الإجابة. هو أنت ما عندكش حاجة تقول إن هي توكسوبلازموز غير بالإكسكلود، هو ما فيش غير اتنين اللي هم أو ثلاثة مثلا، الليمفوما بتاعت إكسكلود يا باشا الليمفوما بالفيفر مثلا هي اللي اصلا السيناريو ملوش علاقه بالتوكسوبلازما اصلا، ده هو كاتب، هو حلقه الربط اللي كاتبها بالتوكسوبلازما ان هو اميونو كومبرومايز بيشنت ويحصل لها اكزاسربيشن او ميميك الشتاين بار فيروس، بس ايه علاقه بقى التوكسوبلازما بالشتاين بار في اميونو كومبرومايز؟ ده انا اول مره اقرا الكلام ده، هو هو اصلا علاقه في ملوش علاقه الاول ببعضه اصلا. في الاول فعلا كانوا هم شاكين ان هي ايبشتاين بار فيروس وعملوه فعملوا نيجاتيف فيبقى اللي شبهه يعني كده. ايوه والبكتيريا الكالشر طلعت برضو نيجاتيف نو جروس. بص يا باشا، هم ساعات تلاحظ كده في الباس ميديسن والباس تيست ان هم بيمشوا الاجابه على مزاجهم، ساعات يفصلوها على مزاجهم طب هنا شوف، عشان هنا الاجابه دي اقرا اللي كلو نشوف بقى هم بيقولوا ايه. تعبه. هنا شوف بيقول لك ايه this. ايوه اتفضلي يا دكتوره. This lady has the classical symptoms of infectious mononucleosis, but this can easily also represent acute toxoplasmosis infection is an immunocompetent patient. These two conditions are harder to spread clinically, but infectious mononucleosis tend to have more pronounced pharyngitis, often described as the worst of her life. Compared with acute toxoplasmosis, which often represent with isolated widespread lymphadenopathy. يعني في الانفكشس المينوكلوزس السورس رود بيبقى اعنف يعني، او بتشتكي ان هو اسوأ بين او فرنجايتس هي شافته في حياتها يعني. عكس التوكسوبلازموزس لا، الفرنجاي الليمفادينوباثي بتبقى يعني هي مور برومننت اكتر من الفرنجايتس كمان او السورس رود. ده الفرق اللي بيقول عليه. testing of Epstein Barr virus can be either heterophile antibodies done by second week of illness or with conventional serology can be done sooner. There is the eosinophil provide the greatest evidence in favor to of toxoplasmosis in the beginning. Here and combined with negative Epstein-Barr virus serology make it most likely of two diagnoses. Given that she's pregnant, it's also critical disease to exclude her fetus would be need close monitoring and treatment in starting in utero. Might be considered the risk of congenital toxoplasmosis rises each trimester, peaking around 65% in third trimester. يعني هو كل الكلام برضه ان هو التوكسوبلازموزس ده فيه مشكله ودي بريجننت ولازم نكسكلود اكيد ولا انا فهمته من السؤال يعني اي حد عنده الابشتاين بار فيروس كلينيكال بيكشر وانت عملت له اكسكلود زي ما هم قايلين في السؤال ان هو نيجاتيف، فانت لو لقيت التوكسوبلازموزس تختارها يعني ان هو شبه، هما شبه بعض يعني قوي يعني، وصعب ان احنا نفرق بينهم والقصه دي. تمام. طيب الليمفوما هنا كونسيدرت اكيوت الاكيوت اونست بتاع الالنس مش هيمشي مع قصه الليمفوما، والفرنجايتس برضو مش ماشيه مع القصه دي. دكتور حسن، الاسئله اللي سيدي ما تقعش دماغك بقى وما تديهاش اكتر من حقها، لانه لا يمكن هجيب حاجه زي كده. لا هي اللي احنا نطلع منه بالسؤال ده ان هو التوكسوبلازموزس شبه الابشتاين بار فيروس، بس هو عايز يوصل لنا الفكره دي.
بس بقى هو كده عموما اخر كام سؤال، كام سؤال في في البرانش بيجيب اصعب حاجه يعني، فكل ما بتنهي البرانش بيجي لك ذا موست ديفيكلت. طيب ناخد سؤال تاني، ربنا ييسر لك سؤال سهل عشان. Following a diagnosis of tetanus, what's the most appropriate antibiotic therapy to give with human tetanus immunoglobulin? IV clarithromycin, bezazide penicillin, gentamicin, metronidazole, ciprofloxacin. أنا فاكر إنه مترونيدازول باي. هو إنيرو غالبا هندي. لا مترونيدازول باي. هو مترونيدازول. مترو مترو كولستريديوم. مترو عشان انيروبيك. الكولستريديوم كانت ايه؟ انيروبيك صح؟ ايوه باشا. عشان كده بتدوا انيروبيك. جرام نكتب انيروبيك. مترونيدازول صح؟ صح تحليل مظبوط 100%. 45 years old butcher from Poland presented to your clinic with a history of painful bump on the back of his hand and describe it like an insect bite that has since ulcerated and scraped over. He's concerned it about it. He's concerned it could be a form of skin tumor as the scab is black and hard. The scab is painless, but he some tender lump in axilla, my lymph node. He's normally fit and well, has no systemic symptoms. يعني هو بوتشر ومعاه painful bump وبيدسكرايب انها بتاع ده ulcerated وسكيبد وانها بلاك اللي هي الايشر بتاع الانثراكس انا ما اعتقد صح؟ بتاع الانثراكس بالظبط كده. الانثراكس كنا بنعالجه السبرو. تمام. بس هي القصه هو هنا مش المفروض ان هي تبقى بينلس، وكان كاتب بلاك اند هارد يعني سكاب از بينلس. اه الليمف نود بتبقى بينلس ولا بس الاشر اللي بيبقى بينلس؟ بيبقى بينلس مع سويلنج تقريبا. بس هو البوتشر عموما هو موست يعني اكسبوزد للانثراكس انفكشن يعني. والبوتشر يعني شغال ايه ده؟ جزار. الجزار ها؟ عشان عشان بيتعامل مع الحيوانات وكده يعني. الميت الانفكتد ميت. تمام. The question tends to give the classical history of black Escher characterizing in cutaneous anthrax. And the patient has to risk factor being butcher and hauling from Eastern Europe. The most common treated of the cutaneous anthrax is ciprofloxacin. سؤال مباشر اهو برضه. Which of the following is the most common cause of visceral larva migrans? Cryptococcus neoformans, strangulant, stereocalis, visceral leishmaniasis, toxocara canis, giardiasis. Visceral larva migrans, اللي هو دي كانت من ضمن ال لا مش الاسترنجلويد، دي من ضمن ال الهوك وورمز اللي هم دي. دي من ضمن دي بيسموها اسكاريز، اسكاريز بتاعت الحيوانات توكساكارا كانس. كانت اللي في حاجه اسمها كان في حاجه اسمها كوتونيوس لارفا ميجرينز، دي كانت مع الانكلستوما، وكانت الاسترنجلويد معاها اللي هي اللارفا كارنز باين صح كده بتاعت الاسترنجلويد دي كينز. هو بيلم بقى الحاجات اللي ايه ما عملش عليها اسئله قبل كده تقريبا. ماشي دكتوره. A 27-year-old woman who's 10-week pregnant represented with cystitis. She describes a 2 days history of dysuria, severe pelvic pain and frequency. There has been no vaginal bleeding, urine deficit positive for leukocyte and nitrate.
Her temperature is 37.6. What's the most appropriate treatment? The pregnant woman في العشر أسابيع مع history of UTI يعني المفروض هنعالجها بإيه؟ المفروض ندي trimethoprim يعني oral nitrofurination بس trimethoprim ده contraindicated ممنوع في الأول صح؟ فناخد oral nitrofurination فرانتوينين صحيح صحيح بس هو الفيرست لاين trimethoprim بس هي عشان بريجننت وفي أول ثلاث شهور ما ينفعش الفوليت انتاجونست ده تمام بس هو الفيرست لاين كانت trimethoprim صح؟ تمام والا لو في كونترا انديكيشن او هايبر سنسيتيفيتي يعني كونترا انديكيشن بريجننت او هايبر سنسيتيفيتي للدراج يعني او الرجين او بتاخد ميزوتريكسيت برضو تهيألي برضو صح كده؟ صح تمام19 years old year old man represented with dysuria associated with watery discharge from his urethral meatus. A urethral swab shown non-specific gastritis and urine scent for chlamydia or gonococcus. What's the most appropriate antibiotic? يبقى احنا بنتكلم على الكلاميديا يبقى الازيثرو هو حتى لو الدوكسا سايكل موجود الازيثر هو السوبيريور عليه لان هو بيبقى سنجل دوز صح؟ لو هو دايجنوزس الكلاميديا اوكي طيب قربنا نخلص اهو ناخد سؤال تاني A 27-year-old woman represented to emergency department with blurred vision, slurred speech, and weakness in both her arms. She reported that these symptoms started the previous day and has attended now as she is having difficult swallowing. She denied any past medical history and or current infection. In 27 سنة عندها blurred vision, slurred speech. ودكتور حسن هات معلش الباراجراف الاولاني بيرلد فيجن وسليرد سبيتش ويكنس اون بوث ارمز مع ان هي معاها ديفيكولت ان سوين هير اكزام اون اكزامينيشن ذا بيشنت ان كيبت يعني ايه ان اوب كوبرتيف يعني يو نوت أنا ما أعتقد أن كده. You note multiple track marks in both arms. The vital sign within normal limits. Examination of cranial nervous reveal bilateral ptosis. The patient reported diplopia. يعني عيان ده على غالبا drug abuser يعني على الوصف بتاعهم ده. The patient reported diplopia bilateral. And there is impaired pupil accommodation. The gag reflex impaired and the patient's speech is slurred. Examination of upper limbs reveal hypotonia, hypoplexia, power 3/5 bilaterally. Sensation intake examination of lower limb are remarkable. مش botulism على ما أعتقد إني. You suspect the patient has infection with Clostridium botulism and send the blood sample for Clostridium botulism toxin. What's the most appropriate step in management? Administration IIV benazide penicillin, botulism toxin, tetanus immunoglobulin, clostridium botulism toxin result supportive. لا الانتيتوكسين لا الامينوغلوبولين لا انتيتوكسين انتيتوكسين botulism sorry مش اوكي انتيتوكسين وكان الانتي ميونوغلوبولين الاميونوغلوبولين كان مع مع التيتانوس مع التيتانوس ميونوغلوبولين تمام لان انا كنت هقول برضو ميونوغلوبولين يعني الدكتور نادر اللي محفظها لنا بقى لا بص هو من كتر عم نتكلم على التيتانوس فخلاص انت بدات ايه اللي هو يعني بتكونفرز حتى لو حتى الانتي توكسين قدامنا يعني there has been a recent outbreak of norovirus
In a local nursing home, the manager of the care home has contacted you at the GP surgery, seeking information on his illness and advice on how to reduce the risk of spread of the virus. Which of the following is the most appropriate advice on preventing the spread of this virus? Hand washing with soap and warm water before and after contact with those infected with norovirus. Regular use of alcohol gel before and after contact of those infected with virus. Early treatment with antiviral in suspected cases. Avoid contact with any body products of those infected virus. Staff infected with norovirus should be returned to work 24 hours after symptoms. مش عارفة صراحة يعني يعني إيه. دي المفروض تتحفز على ما أعتقد دكتور حسن هات الإجابة أو حد ليه اقتراحات يعني. زي كورونا شكله كده ده. Hand washing. Warm water. نفس قصة الكورونا يعني تقريبا. كانوا جايبين فيروس برضو نفس القصة برضو. الفكرة هي قصة ال قصة ال إن إحنا نغسل إيدينا بالمية والصابون دي بتنفع مع كل الانفلوب فيروس. لا لأن هو الانفلوب ده هو اللي بي يعني لو خسر الانفلوب بتاعه مش هيعرف يمسك في أي هوست. هيبقى عايش بس مش عارف يمسك في أي هوست. تمام. وهما كمان كان نفس المانوفر دي في الميرسا وكانت الغريبة يعني ان هو الميرسا ممكن نمنحها هاند واشنج برضه صح. الالكوهول جيلز ار ليس افكتيف ذان هاند واشنج تو بريفنت السبريد بتاع النورو فيروس. طيب ده كوميونتي يعني مش دعوه بالكلام ده. طيب سؤال تاني. السؤال بتاعي قبل الأخير. A 39-year-old man with HIV is admitted due to shortness of breath, chest X-ray show bilateral balloon infiltrate and pneumocystis carinii pneumonia is suspected. What type of staining should be applied to bronchoalveolar lavage to demonstrate the organism? اللي هو ايه بقى الريو بيبينك. تمام. سيلفر. السيلفر فعلا هي السيلفر. ونفتكر برضو الحاجات التانية اللي عدى معانا النهارده اللي هي الروز بينجل دي بتاعت ايه بتاعت البروسيلا والكونج ريد دي كانت بتاعت الاميلودوزيس صح. والبير الستين اللي بتاعت براشن بلو دي بتاعت الحديد في الهيموكروماتوز في الايرن. اي ايرن في الهيموسيدروزيس بشكل عام او في المرض. طيب اول واحده بقى حد يعرفها؟ اول واحده دي ما عدتش عليا بصراحه. مش عارفه مش اشوف هنا يمكن كاتب لنا تجميع ده. ماشي عدينا ده عدينا. ده في سؤال تاني. طيب بس مش جايب اجابه الاولاني. طيب ماشي. A phlebotomist accidentally sustained a needle stick injury while taking blood from a known HIV positive patient. She immediately takes the correct course of action in the management of such injury by bleeding the wound and running it under water. Which of the following increase the risk of HIV transmission in this case? هم جابوا بها اللي هو الفيرال لود هاي اتش اي في فيرال لود. وده تقريبا تالت سؤال بيجي على الفيرال لود برضه باختلاف السيناريو يعني. فيرال لود اللود ديتيرماين ذا ريسك اوف اتش اي في ترانسميشن فولوينج ان نيدل ستيك انجري. ده السؤال التالي الاخير. T helper cell of the T helper subtype typically secrete interleukin 4, 5, 6, interleukin 10, 30, well, interferon gamma, interleukin 2, 3, interferon 1, 6, tumor necrosis
فاكتور الفا انترفيرون بيتا انترليوكين 4 and 8 انترليوكين 1 تي هيلبر تو طبعا دي بتاعت بتاعت الجاما. حتى احنا بنعمل التحليل بتاع البي سي جي بناء على ان الجاما اللي بتطلعها اللي هي التي هيلبر 2، بينما التي هيلبر 1 دي اللي بتطلع الحاجات الكتير دي تقريبا بتساعد البيتا البي البي لينفوسايت ان هي يحصل لها ديفرنشيشن وتطلع وتعمل اسمه ايه السيلز بلازما سيل بالظبط ان هي تطلع بقى الانتي بوديز والقصه دي. فهي بتهيألي هو مش مكتوب بصراحه يعني خلاص كده خلصنا الحمد لله، بس اي ثينك ان هي انترفيرون جاما. تمام يعني تقريبا دي اللي برضه اللي في الروماتولوجي المسؤول عن ال بس الجديد يعني في الروماتولوجي عن السلم عن السلم ديتد اميونيتي. السلم ديتد اميونيتي لما بيبقى الموضوع انا مش قادر اتعامل معاه مع بالانتي بوديز حاجات اللي هي الصغيره زي جرانيولوماتس ديزيز والحاجات اللي زي من ضمنها التي بي، يبقى التي سيل بقى هتقوم بقى هي تعمل القصه دي بقى تحاول انترفيرون جاما والسيتوكانز وتحاوط الاورجانيزم ده وتعمل جرانيولوما يعني. تمام شكرا. تقريبا في سؤال برضه عليه انا اعتقد في الروماتولوجي. تمام